مستدبرة قداسة المكان المبارك وروحانية الشهر المطهر، مستقبلة استعراضية عيد شفيعوت العبري. فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من إجراءاتها المشددة على مدينة القدس والبلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى. وشملت إجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة نشر قطعان من عناصر قواتها ووحداتها الخاصة وما تسمى حرس الحدود، فضلا عن نشر أسراب الدوريات الراجلة والمحمولة والخيالة، ولا سيما عند البلدة القديمة ومحيط الأقصى. إجراءات قسرية وحرب تعسفية لم تمنع عشرات الآلاف من الفلسطينيين أداء صلوات العشاء والتراويح والفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك. ويتزامن حلول شهر رمضان هذا العام مع توابع اعتراف الإدارة الأمريكية بالمدينة المقدسة عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس. اعتراف صارخ ونقل استفزازي عدهما نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال الخطيب في تصريح إعلامي إجهازا رسميا على اتفاق أوسلو الذي شبه موقف السلطة الفلسطينية ومخرج حظ المفاوض الفلسطيني منه على مستوى العلاقة مع الاحتلال اقتصاديا وتنسيقيا وأمنيا وتجاريا بارتباط الحبل السري، مدرجا خطوات الانحياز والتصعيد الأمريكي ضد القدس والأقصى ضمن ما سماه نتاج الوضع العربي المخزي والمأزوم، على حين ضبطت الرسمية العربية ممثلة في جامعة الدول العربية بوصلة موقفها تجاه الواقع المقدسي على مستوى وزراء الخارجية لطرح مشروع قرار عربي من 15 بلدا تدور حول نقطتين متصلتين، نقل واشنطن سفارتها من تل أبيب إلى القدس ووقف المجازر الإسرائيلية بحق المظاهرات السلمية الفلسطينية المنددة بقرار الاعتراف الأمريكي.